انا جاي اقولك ان انا تقريبا بقالي 6 شهور لما بفتح اللابتوب ده بفتحه كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مهاب سمير والنهاردة أنا جاي أكلمكم عن تجربتي لمدة 6 شهور من الاستخدام المتواصل لأخف وأرفع لابتوب أنا مسكته في حياتي، الزين بوك اس 13 اوليد بنسخة 2023. وقبل ما أبدأ في الكلام عن اللابتوب أنا لازم أوريك هو عامل إزاي بعد 6 شهور استخدام. زي ما أنت شايف اللابتوب ما فيهوش خدش واحد، ودي أول حاجة أتكلم عنها. اللابتوب عادي مصنوع من الألمونيوم، الجزء العلوي من اللابتوب مصنوع من مادة اسمها سيراميك بلازما ألمونيوم. اسمع كده، وعشان ما اسحرقكش بس في مواد وكيمياء وكلام كتير، فاللابتوب ده واخد شهاده MIL STD 810H، ودي شهاده بتقولك من الاخر ان اللاب ده عدى على 26 اختبار للمتانه والصلابه، واختبارات المتانه والصلابه دي بتتضمن درجات الحراره العاليه، درجات الحراره المنخفضه، الخبطات، الخدوش، وحتى الاهتزازات. يعني اللاب مهما يقع منك هو ما فيهوش اي اجزاء متحركه. عشان كده زي ما بقولك ده اللابتوب بعد استخدام غشيم لمده 6 شهور. بالنسبه بقى لانه بيفتح زي ما شفت في اول الحلقه كده، فده حتى الان ما فيهوش تهنيج، ما فيهوش تاخير ولو ثانيه واحده، هي نفس الثانيه اللي كان بيفتح فيها من اول يوم هي اللي بيفتح فيها دلوقتي. حتى بص كده، طلقة يا فنان، طلقة. وده بسبب حاجتين، أول حاجة إن اللابتوب ده بيجي بـ SSD NVMe بواجهة توصيل PCIe من الجيل الرابع بسعة 1 تيرا. تاني حاجة، المعالج في اللابتوب ده انتل كور i7 1355U، وده معالج من معالجات انتل ايفو. ولو ما تعرفش فانتل ايفو دي منصة معمولة علشان تديك 4 حاجات. رقم 1، وزن خفيف، لأن المعالج مش بيحتاج تبريد قوي على عكس المعالجات العادية، وده من خلال تجربتي أخف لابتوب أنا جربته لحد وقتنا هذا. هو أقل من كيلو جرام، فأنا لما كنت بشيله على ظهري أنا كأني شايل شنطة فاضية. رقم 2، سمك صغير، عشان كده سمك اللابتوب ده سنتيمتر واحد بس، يعني من الآخر هيفت في أي مكان أنت ممكن تحطه فيه، شنطة كبيرة، شنطة صغيرة، تمسكه في إيدك تعمل بيه اللي أنت عاوزه. رقم 3، البطارية، ودي اللي فاجأتني شخصيًا. شاحن اللابتوب يو اس بي سي بقدرة 63 واط على أقصى إعدادات، اللي هو أنا مش بتعامل إنه شغال على البطارية، لأ على أعلى إضاءة للشاشة. بيرفورمانس مود كل حاجة كأني موصله في الشاحن، بيقعد ما بين 8 ساعات ل 8 ساعات ونص. أما بقى لو اتعامل على إنه شغال على بطارية وتقلل الإضاءة سيكا مع عمود الباور سيفنج، اللابتوب ده بيقعد معاك فوق ال 13 ساعه، يعني يوم عمل كامل، ده لو بتشتغل 23 ساعه يعني بشحنه واحده، والشحنه الواحده دي ما بتاخدش كتير، يعني انت اكيد في 13 ساعه دول هيكون فيهم ساعه جنبك فيش، فهتشحن اللابتوب عادي جدا. لما بتشحنه بقى بياخد بالظبط ساعه واحده عشان يشحن 60%، فاقل من ساعه تقريبا بفضل شاحن ايزي تشارجر اللي جه مع اللابتوب ده، ودي تالت ميزه بتقدمها منصه انتل ايفو. واه حاجه مهمه، لان انا كنت بستخدم نسخه 2022 من اللابتوب ده، اسوس عملوا حركه حلوه جدا، انهم فصلوا الكابل عن الشاحن نفسه، فبقيت اعرف استخدم اي كابل وبعرف استخدم الشاحن مع اي جهاز تاني، وده كان اوريدي مع نسخه السنه اللي فاتت، بس انا حسيت براحه نفسيه بصراحه لما فصلوا الاثنين عن بعض، بس انا قلت اشارككم اني كنت مبسوط بالحركه دي. اما اخر ميزه فان اللابتوب ده فيه معالج من انتل ايفو هي الاداء، ودي بقى نقطه مهمه قوي. زي ما انتم عارفين فانا راجل كونتنت كريتور، فانا شغلي 24 ساعه، في خبر هنا بنغطيه، في مش عارف ايه بيحصل بنشتغل عليه، شويه فوتوشوب على شويه بريمير، مع تابات كتير. لا تابات كتير جدا، لا ثانيه انت مش فاهم يعني ايه تابات كتير، دي تابات، انما دي فدي تابات كتير جدا جدا جدا. وزي ما انت شايف فاللابتوب ده ولا كاني مش فاتح عليه غير نوت باد، لان اسوس مع المعالج اللي في اللابتوب حاطه رامات 16 جيجا اللي دي دي ار 5، وكل ده زي ما قلت لك بوزن 1 كيلو وسمك 1 سنتي، ودي من احسن الحاجات اللي عملتها اسوس في النسخه دي من اللابتوب، لان النسخه اللي فاتت كلها يو اس بي سي، وكان حته انك توصل كابل اتش دي ام اي او فلاشه حتى بيو اس بي اي كانت قصه. السنه دي اسوس صلحوا المشكله دي، فانت عندك دلوقتي منفذ اتش دي ام اي 2.1، وده حل مشاكل كتير في ان اوصله بشاشه ثانيه علشان المالتي تاسك، ومنفذين تايب سي بيدعموا الثاندر بولت 4، تقدر توصل بيهم شاشتين 4K او شاشه واحده 8K، اما منفذ يو اس بي سي تايب اي 3.2 تقدر توصل بيه اي حاجه انت عايزها، ماوس، فلاشه، هارد، ايا كان. برغم ان التاتش باد بتاعت اللابتوب ده من احلى التاتش بادز اللي موجوده في اي لابتوب بالحجم ده، لان هي واخده مساحتها كويس جدا، زائد انها مختلفه، يعني البروز اللي حواليها عازلها عن الكيبورد وجنبين اللابتوب، فانت ايدك مش هتروح يمين او شمال بالغلط. انا شخصيا اعتزلت الماوسات من وقت ما بدات تستخدم السلسله دي من السنه اللي فاتت. وبالمناسبه زي ما انت شايف كده هي لا بصمت لا اتغير لونها، برغم اني معتمد عليها اعتماد كامل. طبعا اللابتوب ما فيهوش منفذ لان، طبيعي لان منفذ اللان هيكون سمك
سمكه اكبر من سمك اللابتوب اصلا. بس يا سيدي هم عوضوا ده بان اللابتوب بيدعم واي فاي 6E، ودي لو ما تعرفش فهي اعلى معايير للواي فاي لغايه اللحظه دي. ده زائد ان في فيتشر جامده جدا بقى، انا في البيت عندي راوتر حاطه في مكان بعيد علشان يكون اقرب حاجه للشبكه، لانه راوتر 4G وبالتالي بقى المدى بتاع الراوتر مش واصل للشقه كلها، فروحت جايب واي فاي اكستندر عشان يوسع المدى او النطاق بتاع الواي فاي. القصه في ايه بقى وليه بدخلك في مشاكل الشخصيه؟ لان اللابتوب ده فيه ميزه سمارت كونكت. الميزه دي بتخلي اللابتوب تلقائيا لوحده يكونكت بشبكه الواي فاي الاقوى من غير ما تحس. فانا لما بكون قاعد في مكان قريب للراوتر وحبيت اتحرك شويه، اللاب لوحده بيلقط ان بقيت اقرب للواي فاي اكستندر، فبينقل للشبكه الثانيه على طول من غير ما احس ومن غير ما اعرف ان النت فصل ورجع. ده مستو بقى لو انت مثلا بتعمل داونلود لحاجه ونسيت وتحركت من مكانك وبعدت عن الواي فاي اللي انت متوصل بيه، هو مش هيفصل، هو في ثانيه لثانيه هوب تلاقيه كونكتد بشبكه بنفس القوه ومكمل تحميل عادي. فده جامد جدا بصراحه، خصوصا ان وزنه الخفيف زي ما قلت لك مشجع على انك تتحرك بيه وتروح من مكان لمكان تاني. ونيجي بقى للشاشه، ودي هقتبس فيها كلمه عمر البي زميلي في عرب هاردوير اللي عمل مراجعه اللاب ده لأول مرة. لما يكون نوع الشاشة موجود في اسم اللابتوب نفسه فاعرف ان دي نقطة بيع مهمة جدا، ودي الحقيقة. اللابتوب ده اسمه Asus ZenBook S13 OLED 2023. ليه؟ لان الشاشة OLED، ودي تجربة بأكد لك انها مختلفة تماما عن اي شاشة لابتوب انت استخدمتها في حياتك. مبدئيا اللابتوب ده بيجي ب 13.3 بوص، وشاشته اسمها Lumina OLED، ودي بتقدم لك افضل الوان ممكن تشوفها في حياتك بشهادة بانتوان وفيزا ديسبلاي HDR True Black، اللي بيضمنوا لك انك هتشوف احسن درجات الوان بشكل عام، والاهم من كده احسن درجات ممكن تشوفها للون الاسود، لون اسود حقيقي، وعشان كده برضو واخد شهاده ديسبلاي HDR 500 ترو بلاك، ودي شهاده مش واخدها غير 17 جهاز على مستوى العالم، 10 منهم من اسوس، وال10 دول كلهم من سلسله الزينبوك اللي منها اللابتوب اللي في ايدي ده. فنقدر اقول وبكل فخر اني بشوف اسود بقالي سنه ونص محدش تاني بيشوف، وانا متاكد من كده. الشاشه بتغطي الوان DCI-P3 كلها بنسبه 100% ودقه 2800 في 1800 بكسل، او ممكن نسميها 2.8K. وفي الناحيه الثانيه بقى الريسبونس تايم بتاعها 2.1 ملي سكند، فانا سواء بلعب او بشوف فيديوهات فيها حركه سريعه مثلا انا واخد احسن تجربه ممكن اخدها من شاشه اللابتوب. وغير الكلام بقى اللي احنا قلناه، فبسبب اداء وعمر بطاريه اللابتوب ده هيخليك تقعد قدامه بال 20 ساعه شغل متواصل، يعني مفيش ضرر هيجي على عينك لانه واخد شهاده تي يو في رايلاند اي كير، ودي معناها ان الشاشه بتاعت اللابتوب بتقلل نسبه الضوء الازرق اللي بيضر عينك بنسبه 70%، فمش هتتعرض لاضرار شاشات اللابتوب زي جفاف العين او الصداع. عشان كده انا هستغل الفرصه دي واقول لكم على سر مهم جدا. دي النضاره اللي انا ببقى لابسها في كل الحلقات، اكيد شفتني بيها كتير. اللي انا عاوز اقوله لك بقى ان دي مش نظاره، ده شامبر بس. بص كده. واخر حاجه اقولها لكم في جزئيه الشاشه هي ميزه مهمه جدا، البكسل ريفرش. لو انت مستخدم قديم للموبايلات واللابتوبات وتحديدا ال LED او الاولد، فانت اكيد قابلتك مشكله البيرن ان. ايه المشكله دي بقى لو ما تعرفهاش؟ دي حاجه بتحصل في الشاشات الاولد لما بتفضل فتره ثابته على حاجه معينه. كانت بتحصل في الموبايلات في الجزء بتاع النوتيفيكيشن، لان كل المحتوى اللي على الموبايل بيتغير ما عدا الجزئيه بتاعت شريط الاشعارات دي. نفس الكلام بقى في اللابتوبات او البي سي، بيحصل مع التاسك بار، الجزء اللي دايما ثابت بتحس انه بيطبع على الشاشه. لو جربت تشغل حاجه فول سكرين هتلاقي في حاجات ظاهره كده من التاسك بار. اللاب ده بقى بيحل لك القصه دي بميزه بسيطه جدا اللي هي البكسل ريفرش. الميزه دي ببساطه بتعمل ريفرش للبكسلات لو الشاشه فضلت ثابته على حاجه معينه لمده 30 دقيقه، فهي كل 30 دقيقه بتعمل ريفرش مثلا للتاسك بار عشان ما يبقاش مطبوع على الشاشه لما تشغل حاجه فول سكرين، وده كله وانت مش واخد بالك. يمكن احلى حاجه في اللابتوب ده انه فعليا بيعمل حاجات كتير مهمه وانت مش حاسس بيها. وبالنسبه للاحساس بقى، فكيبورد اللاب ده واحده من اجمد الكيبوردز اللي انا شفتها في لابتوب بالحجم ده. من ناحيه المسافات بين الزراير نسبه الخطا بتبقى صغيره جدا، زائد ان الضغطه بتاعت الزراير نفسها سلسه كده، فلو جزئيه سرعه الكتابه ودقتها من الحاجات المهمه ليك زي ما هي مهمه ليا فدي هتكون مناسبه ليك. ولو كمان بتحب الاوقات في نور ضعيف لما بتشتغل زي كده، فالكيبورد فيه اكتر من مستوى اضاءه بتتحكم فيه بالزرار ده، ممكن تطفي الاضاءه خالص وممكن تعليها زي ما انت عايز. اما اخر ثلاث حاجات عجبوني جدا وانا بستخدم اللاب ده، لان الست شهور دول عديت فيهم بحاجات كتير، ميتنجز وشفت افلام قد كده وبهدلت اللاب معايا شغل بصراحه، فلازم اكلمك عن السماعات والميكروفون والكاميرا. سماعات اللاب ده هي سماعات هارمن كاردون بتدعم دولبي اتموس، ودي هسيب لك انت القرار فيها، اسمع الصوت بنفسك. I don't know if we can be trusted.
السماعات كمان بتيجي بتقنيه اسوس اوديو بوستر اللي بتقدر ترفع الصوت لاقصى مستوى مع الحفاظ على الجوده بتاعته، فمش هتلاقي فيه تشويش. زائد ان انت معاك اوبشن ان انت توصل سماعه بمنفذ 3.5 مللي اللي موجود في اللابتوب على اليمين. كاميرا اللابتوب هي كاميرا فول اتش دي بتحديث عن الجيل اللي فات اللي كان 720 بي، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا في الاصدار ده مقارنه بنسخه 2022. اما بقى بالنسبه للميكروفون فهو موجود في اللابتوب وفي تقنيه عزل الضجيج او النويز كانسليشن عشان لو بتعمل ميتنج في مكان دوشه او في كافيه. كده انا خلصت اللي عجبني في اللابتوب ده من خلال تجربتي ليه لمده 6 شهور. تعال بقى اقول لك على اللي ما عجبنيش. باختصار الحاجات اللي ما عجبتنيش في الغالب هي اما حاجات كانت موجوده في اصدار 2022 وما بقتش موجود، زي ان الشاشه مش تاتش عكس السنه اللي فاتت، والنم باد اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت في التاتش باد برده ما بقتش موجود، وان الشاشه ما زالت زي السنه اللي فاتت 60 هرتز. كنت متوقع انهم السنه دي يخلوها اعلى سواء 90 او 120، لكن ده ما حصلش. بس ده ليه مبرر منطقي، ان في الاخر ده مش جيمنج لابتوب، هو لابتوب شغل، ولما تحب تلعب عليه تلعب عادي جدا، فمش هتحتاج اكتر من 60 هرتز، لان لو عايز اكتر من كده فانت هارد كور جيمر وهيبقى اصلا بتدور في الفئه الغلط. فقشطه دي نعديها. بس جزئيه النم باد والشاشه التاتش دي، يعني هي مش معتاده ان اللابتوب يكون فيه تاتش باد فيها لوحه ارقام او ان شاشته تكون تاتش، بس هي بصراحه ايسوس عودت الواحد على مستوى معين بس مقابل حاجات تانية كتير. يعني كفايه المنافس بصراحه، ما تخيلش انا من سنه في نسخه 2022 كنت عامل ازاي والسنه دي انا عامل ازاي. وبس كده، ده كان ملخص 6 شهور مع الزينبوك اس 13 اوليد 2023 من اسوس، واللي اعتقد هو هيبقى او بقى اختياري الاول اول ما افكر ان اشتري لابتوب. قول لي رايك في الكومنتس، ويمكن دي حاجه مش بنلاقيها في شركات كتير، بس هي اسوس جديا بتتابع ردود الفعل، لان السنه اللي فاتت اتكلمنا على كذا حاجه وفعلا اتحلت مع الاصدار ده زي المنافذ والكاميرا وحاجات تانية كتير. ما تنساش اللايك والسبسكرايب لو عجبك الفيديو. سلام.